السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس أهلا بكم في هذا الدرس الخامس من دورة تعلم لغة الـ HTML. في هذا الدرس الخامس إن شاء الله سوف نتعلم عن Storing Text, Defilement de Text en HTML. C'est quoi le Defilement de Text en HTML? Avant de ça, on va faire un petit rappel sur le الدرس السابق اللي هو الدرس رقم 4. في الدرس رقم 4 عرفنا هنايا كما راه نشوفوا Text Formatting. في Text Formatting تعرفنا على l'ensemble des éléments ou bien des balises nécessaires comme la balise bold, comme la balise small, comme la balise strong. دونك هذا لونسومبل دي باليز يديرونا التنسيق تاع التكست تاعنا في الاتش تي ام ال. كي نجيو نكتبوا ان تكست كوم سا كوم هذه لا ريبونس, هذا الميساج تاع لا ريبونس دو لونتربريز اورانج, هذا نحبوا نديروا له تنسيق. هذه نرجعوها هذه هنايا نديروا لها باغ اكزومبل نديروا لها مارك, هذه نديروا لها اندرلاين اكسيتيرا. دونك تعلمنا كيفاش نديروا التنسيق تاع الناس. بالاضافه الى هذا الدرس رقم 4, في الدرس رقم 5 راح نتعرفوا نص جديد اللي هو قلنا عليه سترونينغ, اللي هو الديفولمو تاع التكست, كيفاش التكست يتحرك غوش دروات, يتحرك اون با اون او. دونك هذا الدرس المفهوم تاعو يتلخص على لاباليز ماركي. لاباليز ماركي هذه نحبوا باغ اكزومبل التكست هذا يصرى له ديفولمو. نجيو في لاباليز هذه نحصروا لاباليز تاعنا الهيد تاعنا هذا نحصروه في لاباليز ماركي تاعنا كوم سلة. وبالإضافة إلى هذا لا باليز ماركي هذه سيتي باليز كي كونتيان لونسومبل دي زاتريبي. من بين لي زاتريبي اللي عندها لاتريبي لوب. هذه لاتريبي لوب تهز كوم فالور ان انتي باغ اكزومبل ان. سي جو مي ان اسي اي جيكزيكيت كيس كي سباس اي او بيان صافي دير كوا سيت اكريتور لا. سيت اكريتور لا معناتها التكست هذا روم ريبونس دو اورانج, هذا التكست يصرى له ديفولمون فير ليفت ايسي يعني يتحرك هكا فير ليفت ويصرى ان سول فوا. يصرى التحرك هذا ديفولمون ان سول فوا من بعد تحبس كما رانا نشوفو هنايا راهو حبس. دوك حنا نحبو هنا بايزون نديرو بايزون 100 يتحرك 100 فوا ديفولمون, هذا يصرى 100 فوا. فوالا il va commencer ديفولمون نيميرو 1 ديفولمون نيميرو 2 حتى جوسكا 100 فوا باش يحبس. كما هنايا جينا درنا انوتر اتريبي اللي هي كولور, درنا كولور اورانج اللي هنا كما راه نشوفوا اورانج. تكست لاين حطيناها في السونتر ومن بعد هنايا باغ اكزومبل حابين نديروا ان باك جراوند. ان باك جراوند فير باغ اكزومبل باك جراوند فير خصنا نديروا هنا باك جراوند كولور ونعطيو له لا كولور جرين. جرين كيما هنايا هنا راح يصرى باك جراوند هنا باش يتضح لنا يعني يتضح لنا النص يكون واضح كيما هنايا باك جراوند تاع التيتر هذا يصرى له ديفولمو هاك فاش قاعد يتحرك. دونك حنا برك باش نستعملوا جميع الخصائص تاع لاباليز هذه كاينه لاتريبي ديريكشن. ديريكشن هذه واش هي؟ ديريكشن هي سيتيون اتريبي تاع لو ميم باليز ماركي. باليز ماركي باغ اكزومبل حنا حابين بونسوار هذه نديرولها واش هي او بيان قبل ما نفوتو لهذيك كاينه ان اوتر اتريبي كي سابال بيهايفير. هذه لاتريبي نجيو هنايا نكوليوها هنايا ما نساوش لاباليز تاعنا ماركي هذه لازمنا حنا حابين بونسوار هذه يصرى لها واش يصرى لها ديفولمون هكذا حابين بونسوار يصرى لها ديفولمون نحصروا بونسوار هذه نحصروها في لاباليز تاعنا هذه ماركي في خلصت الحكايه. درك هنايا واش تجيب نتايا كيما نعرفوا لاباليز ماركي تاعنا فيها لاباليز كيما راهي فيها لاباليز لوب فيها لاباليز بيهايفير. هذه لاباليز بيهايفير تهز دو فالور سوا تهز هذه الترنايت سوا تهز لا فالور سلايد. الترنايت صافي دير كوا سوتون سوتين فالور اللي تهزها لا تريبي بيهايفير هادي. هذه معناتها تصرى الترناتيف غوش دروات يعني بونسوار هادي صافا مارشي غوش دروات كيما رانا نشوفو بدات فير ليفت ابري فير لايت فير ليفت فير لايت باش نشوفو مليح لي في تاعها. خصنا نديرو ان ستايل هنايا ستايل هكذا ستايل هذايا باغ اكزومبل ستايل نديرو نعطيو له ان كولور ان كولور باغ اكزومبل نديرو لا كولور جو سي با اورانج كوم انتربريز اورانج اورانج اي ابري نديرو ان بوان فيرغي. حابين هاديا نديرو لها ان باكغراوند كولور باكغراوند تاعها باغ اكزومبل هي اورانج نديرو لها ان باكغراوند ريد فوالا ونريجستري ونسجلو ونشوفو كيفاش قاعدة تتحرك. فوالا درنا ان باك جراوند راد لا كولور اورون سافا ديبلاسي غوش دروات. باغ اكزومبل هذي كون نحبو هذي هنايا الترنايت كي نحبو باغ اكزومبل نديرو سلايد. سلايد هذي واش هي؟ سلايد هذي واش راح تصرى لو ميم اوبيراسيون
presque la même opération. Chnou slide hadi il sera là défaulement une seule fois, après il va s'arrêter. Donc slide alternate c'est pas la même chose, il sera là une seule fois, ça va arrêter, mais par contre alternate تقعد تورني غوش دروات. دونك هذه خلاصة القول. بالإضافة إلى لوب إي بيهايفير عندنا ديريكشن. ديريكشن هذه واش هي؟ حابين باغيزوم نحيدو هذه هنايا، نشوف فيها طافيشاتنا وحدها حتى معنا، عاودو نرجستريو هذه هنايا هكذا. أبري هنايا حابين هذه فوتر أونتربريز أورانج، نحصروها نديرو لها ديريكشن، نطبقو عليها لاباليز تاعنا هذه مارك، نعاودو نحطوها هنايا مارك. أبري نعاودو نحصرو هنايا لاباليز تاعنا، نعاودو نسكروها أوكي. أبري شنديرو هنايا؟ نجيو هنايا نديرو ديريكشن، نحلو لها هذه هكذا ونديرو لاتريبي تاعنا ديريكشن، نديروها نديرو الفالور تاعها اللي تقدر تهز ديريكشن شويه، تقدر تهز ليفت، تقدر تهز رايت، تقدر تهز داون، تقدر تهز اب. دونك عندها 4 بارامتر تقدر تهز ديريكشن، يعني تو ديريكسيون. دونك حنا حابين هذه فوتر اونتربريز نشوفو لا ديريكسيون تاعها كيفاش تمشي، تمشي ليفت هايا قال ليفت، نديرو لها ليفت هنايا نونجستري ونشوفو كيسكي داون. فوالا ها كيفاش تمشي، تمشي ليفت. خاصنا غير هنايا برك هنايا في لاتريبي هادي ندير في لاباليز هادي ماركي نديرو ان ستايل. ستايل هادي مفيدة جدا جدا في ال اتش تي ام ال، نديرو فيها الباكغراوند باش يبان لنا باكغراوند كولور. الباكغراوند كولور باغ اكزومبل هي نعطيوها ان كولور، ان كولور فوالا ان كولور 001 باغ اكزومبل، نعطيوها ان كولور كومسا فوالا، عطينا لها ان كولور وهي يصرى لها لفت. باغ اكزومبل ليفت هذه حابين نديروها رايث، رايث رايث حاب يقول واش هو رايث، راح تنقل لنا نحو ماذا؟ نحو اليمين، تولي تنشا فير لا دروات. فوالا رايث فير لا دروات. نحبو باغ اكزومبل نديروها اب، اب كوم سا. اب واش هي؟ اب يعني اب، راح تطلع. فوالا هي تطلع. نحبو باغ اكزومبل نديرو لها داون، نحطوها في الداون، داون يعني داون يعني اونبا. فوالا داون راهي اونبا. دونك هذه هي لاتريبي تاعنا اللي تعرفنا عليهم لو بيهايفر ديريكشن. كاينه نوتر اتريبي اللي هي بيجي كولر، هذه بيجي كولر نحبو باغ اكزومبل نابليكيوها على هاد لالين. فوالا نابليكيوها على اللين هذا هنايا، غنحطوها هنايا وما ننساوش ديما باش تابليكي نامبورت، باش تابليكي ديفولمون على اي تكست يخصك ديما تحط هذه لاباليز، لاباليز ماركي. باغ اكزومبل التكست اللي حابينو حنايا حتى هنايا فوالا، نحصرو حتى هنايا ونغلقو. ابري هنايا نغلقو لاباليز تاوعنا. هنايا واش هو عندنا اين اتريبي كي سابيل هكا بي جي كولور. فوالا دونك عندنا لاباليز تاعنا ماركي لي فيها لاتري بي بيجي كولور. هذه بيجي كولور تهز دي فالور اوسي. بيجي كولور هذه هي لو ميم تريك كي نديرو ستايل، هي نفس الشيء كي نعملو ستايل باكغراوند، يعني راح دير لك ان باكغراوند تاع التكست هذا، تاع التكست هذا كامل دير لك ان باكغراوند، يعني من دابا راح ديرنا باكغراوند صافي دير راهي عبارة عن عن كولور. فوالا كولور معين، نعطيوها كولور هذا ونشوفو. فوالا هاي الكولور صافا افيشي كوم سا، ان كولور كوم سا. باكغراوند باغ اكزومبل نحبو نستعملو هذا الهيث والويث. الهيث والويث هذو سي سون دي زاتريبي اوسي كوم البيجي كولور. هذه الهيث والويث هما يتحكمونا في العرض، في العرض والطول تاع هذا الشريط اللي قاعد يتمشى، الشريط هذا اللي قاعد يتمشى. باغ اكزومبل نجيو هنا نكتبولو الويث، الويد هذا نديروه نديروه 100 بيكسل باغ اكزومبل 100 بيكسل. فوالا
اون فوا كيفاش العرض، العرض ولا 100 بيكسل راهو تقلص. شوف قد ما شعل صغير خلاص. درك هنايا نحبو باغ اكزوم نديروه نديرو باغ اكزوم نديروه 1000 كومسا. شوفو واش راح يمدلنا. فوالا هنايا راهو ولا 1000، العرض تاعو 1000. باغ اكزومبل نحيو هذه هنايا، نديرو نديرو هنايا باغ اكزومبل الهيث هاي جي اش، الهيث تاعها نديروه 1000 باغ اكزومبل، نريجيستري نشوفو. فوالا الهيث تاعها قداش ولا 1000. فوالا هاو التكست تاعنا. دونك فوالا هادو سي سون دي زاتريبي لي نقدرو نحطوهم في لاباليز تاعنا ايسونسيال. تقدر تزيد تنقص في العرض في الطول ما كان حتى مشكل. نزيدو نروحو نتيستيو بقاونا دو زاتريبي لي مازلنا ما تيستيناهمش لي هما هذا ديفيلمون رابيد و ديفيلمون لونت. يعني تكست ديفيل تخي رابيد و تكست ديفيل تخي لونت. باغ اكزومبل حنا حابين هذا التكست حتى لهنا، هذا التكست هنايا حابينو يتنقل رابيد. نجيو هنايا خصنا هنايا نديرو هذه باليز ماركي ديما. هذه هي لا ميثود باليز ماركي. تحب تماركي وين؟ تحب تجي هنايا ودير تماركي هذا التكست هذا ماركينا هنايا. تجي هنايا وتحط لي زاتريبي اللي حاب ديرهم نتايا، لوبيراسيون اللي حاب ديرها. باغ اكزومبل حنا حابين نديرو سكرول اماونت. سكرول اماونت هذه واش هي؟ هي عبارة عن ديفولمون تري رابيد. سينو تريبي تعني لك ديفولمون تري رابيد، يعني لك ديفولمون تري رابيد. باغ اكزومبل هنا ديفولمون نتايا تعطيه باغ اكزومبل ان، هو تري رابيد. قد ما تعطيه في النيميرو هنايا راح يزيد. اون فوفوار لي ريزلتا كومون صافيش. دونك هنا عطينا له سكول اماونت، عطينا له ان. شوف التكست كيفاه قاعد يمشي. باغ اكزومبل كنزيدو له نقولو له باغ اكزومبل 100 ونونجستري. فوالا تكست إلي باس فيت. باغ اكزومبل كون نحبو هنايا نديرو باغ اكزومبل 50 ونونجستري. دونك تكست دونك هو بار ديفو لا ديفينيسيون تاع سكرول اماونت. هذا سكرول اماونت سيتين اتريبي تاع لا باليز ماركي اللي هي بار ديفو سينيفي لا رابيديتي تاع التكست. صافي دير ديفو الموتري رابيد. بار كونتر كاينه ان اوتر اتريبي باغ اكزومبل نحبو باغ اكزومبل نديرو هنايا ان بيراو، يعني بيراو صوت على لين، يعني صوتينا هنايا على لين. وندخلو لا باليز تاعنا مارك، هذه ماركي لا باليز ماركي. حابين هذا اوسي نماركيوه هكذا لا باليز ماركي على هادي. ابري نعطيولو لوتر اتريبي اللي هي هادي. باغ اكزومبل سكرول دي لاين، سكرول دي لاين هادي شدير هادي لاتريبي هادي هي بار ديفو لا ديفينيسيون تاعها. بار ديفو سي تون اتريبي لي تعطيلك ديفولمون تخي لونت. حاب يقول ميم سي تعطيها باغ اكزومبل تعطيها في 100، تعطيها 100 لا فيتيس 100، هي بار ديفو لونت. دونك نديرو اوكي. فوالا هي بار ديفو لونت. مي كون باغ اكزومبل تعطيها ان، ما راحش تظهر على الشاشة اصلا. فوالا دونك ايسي هي بار ديفو لونت. يعني قد ما هي يعني خلاصة القول في هذه سكرول ديلاي هي معنتها قد ما تعطيها القيمة كبيرة هكذا 100 باغ اكزومبل 100 لا فيتيس 100، قد ما تعطيها القيمة كبيرة قد ما هي تكون لونت. هذه سكرول اماونت هي بار ديفو تري رابيد. حاب يقولوا شو بار ديفو تري رابيد؟ قد ما تعطيها القيمة صغيرة باغ اكزومبل نعطيها 15 نو ريجستري اون فوا تنقص لا فيتيس. هنا نزيدو نعطيوها 100، هنا راح تزيد لا فيتيس تولي تري رابيد. دونك هذه سكول اماونت قد ما نزيدو في لا فيتيس تزيد لا فيتيس تاع الديفولمون تاع التكست، قد ما نقصو في لا فيتيس تنقص الديفولمون تاع التكست. بار كونتر سكرول ديلاي هذه قد ما نزيدو في لا فيتيس
تنقص نزيدو في لا فيتيس سون تنقص ديفولمون تاع التكست. قد ما نقصو باغيزومبل في لا فيتيس تاع التكست راح واش يصرى؟ ينقص يزيد ديفولمون تاع التكست. انا اون فوا بلي او قاعد يزيد هنا باش باش نديرو باش نوضحو كل وحده في الاخر تاعها. راح نديرو باريون بي بي جي كولور كولور هادي بي جي كولور نعطيلو ان كولور نعطيلو ان كولور باش نديرو لا ديفيرونس اونتر ديفيرونت بارتي تاع ديفولمون. باغ اكزومبل ايسي نديرو ان كولور كوم سا ان كولور او هازار. هنا باغ اكزومبل ايسي سي باغي سكابيليتي هادي هنايا نعطيلو ou bien nous style style par exemple background background une couleur par exemple comme ça enregistrer chez nous là les différentes parties. Voilà avec ce que j'ai dit sera il faut le monter. Un background là, par exemple, notre bleu green, comme ça. Voilà. Un bleu green. Donc, هذه هي خلاصة القول. في هذا الدرس تعلمنا كيفاش تكون عندنا باراغراف. في هذا الباراغراف نحبوا أي لين من هذا الباراغراف نديروا له ديفولمون سواء ليفت سواء رايت سواء اب سواء داون سواء الترنايت. يصرالو الترنايت سلايد هنايا في البيهايفر اللوب هذه استعملنا هذه سكرول اماونت سكرول دلاي يعني الى ديفينيسيون تاعهم هي بيان سور هذو كل ديزاتريبي كاينين في لاباليز ماركي. دونك في لاباليز ماركي تقدروا نديروا ديفولمون في الاش تي ام ال. دونك هذه هي خلاصه القول. الى هذا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس الخامس من دوره تعلم لغه الاش تي ام ال. ان شاء الله يعني اللي عنده اي استفسار ولا عنده اي سؤال على فيما يخص هذا الدرس ولا فيما يخص هذه الدوره لا تترددون بطرح الاسئله تحت هذا الفيديو وان شاء الله سوف ارد على كل واحد فيكم يعني يطرح سؤال. دونك وادعو كل الناس الذين هم في اول مره يرون هذا الفيديو او يتابعون هذه القناه لا تنسى قبل أن تذهب أن تعمل سبسكرايب اي شير لهذا القناة. نعم اعمل هذه الأشياء قبل أن تذهب. دونك وإلى درس آخر إن شاء الله في هذه الدورة. إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله.